صافي هذه هي الوقيته اللي كيبقاو يمرضوا لنا فيها الوليدات، ها اللي كيجيب الكراجم، ها اللي كيجيب السعله، يعني غير كيبدا يتبدل الجو كيبدا يبرد الجو. معروفه الوليدات الصغار ملي كيجيو مدرسه، خصوصا ملي ما كاينش المراقبه في المدرسه، كيخليوهم يجيو بالمنطوات مفتوحين دغيا كيمرضوا دغيا كيضربوا من الريح. اجي نوريك واحد الوصفه غزاله، خليها على العام عندك في الدار، وخا ما تكونش مريضه في الشتاء شرب منها واعطي للزوج ديالك واعطي للوليدات ديالك، راه شي حاجه توب البنات وكتجي مزيونه في صراحه. اجي معايا نشوفوا الطريقه. العسل ضروري تكون من هذيك اللي كنشريوهم عند لي بيزان، البنات كيكونوا عندهم الجبوحه ديالهم، يعني العسل طبيعيه احسن من هذيك اللي كاينه في لي غران سيرفاس. واحد المعلقه كبيره اللي كنحركوا بها القهوه، دسكنجبير، وزيدوا عليها وحده اخرى د الخرقوم، وحرك لي داك الشيء كامل مزيان. البنات هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم راه كتشرب من الليل لليل، ملي مرضوا لك الوليدات اولا مرتيتينا اولا الزوج ديالك، يعني خلاص كتكون غتمشي تنعس، يعني صافي ما كاين لا، لان كيضرب عليها الريح. صافي كتشرب من الليل لليل، ملي تشوف راسك تحسنتي يمكن لك توقفي. يا غزاله غادي تشربوها بلا بلا مرض بجهد الله، شي حاجه روعه وطبيعيه، هي كيتسمى انتي انفلاماتوار، يعني بلا ما تحتاج تمشي لا فارماسي. المهم نخلطوا ديك الشيء كامل مزيان، عملوها غير في البلاكار بلا ما تعملوها في الثلاجه البنات، لان ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تخسر. نخلطوا ديك الشيء كامل مزيان، نغليو الحليب. البنات فيضوا الحليب مزيان، اللي بغى ما بغاش الحليب يمكن له يعمل غير الماء، يغلي الماء ويخلط فيه واحد المعلقه ويخليه تيدفى عادي كيشربوا. انا كتعجبني مع الحليب والوليدات كنغلب عليهم غير بالحليب كما كتشوفوا، حيت انا غنشربها انا دابا حاليا، غادي من معلقه تقريبا كما كتشوفوا، يعني ماشي عامره بزاف وماشي يعني خير الامور اوسطها. الحليب كان عندي مفيض، غادي نكب عليه الكاس اللي غادي نشرب، المقدار اللي غادي نشرب، وتمتع عليا لالا مع راساتك انتينا والوليدات ديالك. ما كاين ادويه، ما كاين دوليبخان، ما كاين ديك الزمر كامل بجهد الله غادي تحيدوا بهاد الوصفه هادي، وكنقولها وكناكد عليها حاولوا تشربوها بالليل، لان راه غادي يضربكم عليها الريح الا شربتوها بالنهار وخرجتوا على برا. شوفوا على اللون كتحمق. صافي هادي هي الوصفه، واللي كتعرفها ترد عليا في التعاليق، واللي عندها شي فكره اخرى تفيدنا بها تعاليق. تحياتي ليكم.